مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من همزه وصل. هذا البرنامج اللي بنفتح به قناه للتواصل معكم لسماع ارائكم في جميع القضايا التي تهم المواطن المصري العادي. هذه القضايا سواء عربيه او محليه او عالميه هي قضايا منكم، وهذا البرنامج منكم وبكم واليكم. نتمنى سماع اصواتكم اما على ارقام التليفونات الهاتف وهي 1451 وزيرو 9000 9451، وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي همزة وصل إي جي على فيسبوك، تويتر، جوجل بلس، وسكايب، وإنستغرام، كلها بعنوان واحد هو همزة وصل إي جي. هذا البرنامج منكم وبكم وإليكم، وهذا البرنامج دائما ما نطرح فيه الكثير من التساؤلات والمواضيع التي تهمكم. وسؤال هذه الحلقة هو: هل توحيد الضرائب على الدخل سيحقق العدالة الضريبية؟ بالطبع موضوع الضرائب من المواضيع المهمة التي يعني تحدثنا فيها كثيرا والذي يتحدث فيها المواطن المصري العادي. كما قلنا، نتمنى منكم التواصل وسماع آرائكم إما على مواقع التواصل الاجتماعي وإما على أرقام التليفونات. نتواصل بعد هذا الفاصل. بالطبع يعني بعد القرار الأخير بتوحيد ضريبة الدخل على جميع المواطنين بنسبة 22% ونصف، هي يعني كانت خطوة جريئة من الحكومة. فموضوع توحيد الضريبة ربما يكون له إيجابيات وله سلبيات، وهذا ما سنتواصل به ونعرفه في هذا البرنامج مع متخصصين. أيضا سؤال الحلقة للمواطن العادي: كيف ترى، هل هذا التوحيد سيحقق كما نقول العدالة الاجتماعية التي يتمناها المواطن، أم أن الشرائح الضريبية المختلفة ربما تحقق؟ هذا ما نتمنى أن نسمعه منكم ونتواصل به معكم في هذا البرنامج عن طريق أرقام التلفونات أو عن طريق مواقع الإلكترونية. دعونا نخرج إلى تقرير يضعنا في موضوع الحلقة ثم نبدأ معكم هذا التواصل. في إطار إعادة صياغة السياسات الاقتصادية والخروج من ضائقة الضرائب التي تؤثر على الاقتصاد المصري منذ عقود، وافقت المجموعة الاقتصادية على توحيد أسعار الضرائب على الدخل في مصر ليكون الحد الأقصى لها 22.5%. وزير المالية هاني قدري أعلن أن الضريبة الجديدة ستكون في إطار الحفاظ على هيكل التصاعد فيها من خلال منظومة الشرائح التي تزيد من عبء الضريبة على الدخول الأعلى، في حين تنخفض على الشرائح الأدنى. كما أكد وزير المالية أن توحيد سعر الضريبة يشمل أيضا المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة ليكون ثابتا لمدة 10 سنوات على الأقل. وزير المالية أضاف أيضا أن الضريبة الجديدة ستساهم في غلق كافة الأبواب التي كانت تطبق من خلالها بعض الممارسات غير السليمة من خلال صياغة قانون جديد للضرائب والصكوك وإدخال بعض التعديلات على القوانين المعوقة للاستثمار. ويتزامن هذا الإجراء مع إجراءات دعم القاعدة الرأسمالية للاستثمار والتي تشمل خفض سعر الضريبة على المبيعات المقررة على الآلات والمعدات من 10% إلى 5%، مع رد الضريبة بالكامل على دفعة واحدة فور تقديم أول إقرار ضريبي من قبل الممول، كذلك السماح مرة أخرى بإرجاء سداد العبء الضريبي في حالة الاستحواذ عن طريق تبادل الأسهم. الموافقة على توحيد سعر الضريبة على الدخل يسبق حزمة إجراءات أخرى تتضمن الانتقال إلى تحصيل ضريبة المبيعات من خلال آليات القيمة المضاعفة، مع السماح بالخصم الكامل للمدخلات المباشرة وغير المباشرة، وتعديل قانون الجمارك، وغيرها من الإجراءات لتحسين مناخ الاستثمار في البلاد. كما تابعتم مشاهدينا الكرام، كان هذا تقرير سريع يضعنا في موضوع الحلقة، ونبدأ هذه الحلقة بالتواصل مع ضيوفنا عن طريق الهاتف. وبالطبع موضوع الضرائب هو موضوع يهم المواطن المصري بشكل مباشر، بالإضافة إلى يعني اختلاف إذا كانت مؤسسات استثمارية أو غيره. نتمنى منكم التواصل وسماع آرائكم. سيكون معي ضيوف في هذه الفترة من
الاتصالات سيكون دكتور مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، والأستاذ أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء، وأيضا دكتور مصطفى النشاردي أستاذ اقتصاد بجامعة مصر للعلوم. أبدأ بدكتور مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب. دكتور تحياتي لحضرتك. أهلا بيك. دكتور، يعني القرار اللي صدر في يعني منذ أسبوع أو أسبوعين بتوحيد الضريبة على الدخل على المصريين بنسبة 22.5%، وأيضا كان في هذا القرار أن داخل هذا التوحيد هناك شرائح. عايزين نشرح للمواطن المصري ببساطة ما هو قانون الضرائب الجديد وربما كيف سيطبق. خلينا الأول نتفق أن ده ليس قانونا وليس قرارا، وإنما هو موافقة من المجموعة الاقتصادية على توحيد سعر الضريبة عند 22.5%. آلية تطبيقه بالتأكيد لابد أن هو لو صدر تكمن إجراءاته الدستورية بصدوره من بقرار بقانون من رئيس الجمهورية هيطبق على العام المالي 2015، يعني من أول يناير 2015، من 1 يناير 2015 لغاية 31/12/2015. العام المالي مش العام المالي بيبدأ من شهر 7؟ نعم. مش بيبدأ من شهر 7؟ لا 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 لا، السنة حسب السنة المالية. حسب السنة يعني المالية. يعني لو تصورنا إن إحنا بنتكلم على شركات القطاع العام أو الشركات اللي بتبدأ السنة المالية بيها من 1/7 لغاية 30/6 السنة اللي بعدها هيتطبق من 1/7. تمام. أما القاعدة العامة المؤسسات العادية والأفراد هتطبق من أول يناير 2015 لغاية 31/12/2015. نقدر نفسره بشكل بسيط ان هو النهاردة الوضع الحالي ان انا عندي سعر الضريبة 25% زائد 5% ضريبة اضافية يبقى 30. ال30 دول هينزلوا ل22.5 فيما يتعلق بالشركات. يعني ايه؟ يعني ده يتضمن الغاء 5% الضريبة الاضافية. بس نخلي بالنا ان الغاء الضريبة الاضافية هتطبق على العام 2014 وتلغى اعتبارا من العام 2015. تمام. ده فيما يتعلق بالشركات. بالنسبه للافراد التصاعدي زي ما هو بنبدا بالشريحه الاولى في 5000 جنيه المفروض ليس عليها ضريبه. في عندي من 5000 لغايه 30000، الشريحه دي بتخضع لسعر 10%. تمام. من 30000 ل 45000 بتخضع لشريحه 15%. من 45000 ل 250000 بتخضع لشريحه 20%. أكثر من 50000 250000 تقدر الشريحة 22.5%. تمام. ده معناه إيه؟ إن الشرايح هتمشي عادية، أما الشريحة الـ 25% هي اللي هتنزل 22.5%. تمام. ونفس الكلام بالنسبة للضريبة الإضافية اللي بتستحق على الأفراد في حالة اللي هم اللي كان يتعدى مليون جنيه. ما يعرف بالأغنياء هتلغى برضه، بس برضه بالتأكيد اعتبارا من العام المالي 2015. هتلغى من العام المالي 2015. ان صدرت بقانون، هي حتى تاريخ لم تصدر لا بقرار ولا بقانون، والاصل ان ده سعر ضريبه لابد ان يصدر بقانون، قرار بقانون. ان صدرت خلال هذا العام بالتاكيد هتطبق على العام طيب المالي. طيب سؤال يا دكتور، يعني سؤال برضو يعني بيهم المواطن ان هو يعرفه. اذا كنت انا مثلا يعني واحد بياخد 10000 جنيه هل اول 5000 ملغية من الضريبة وبعدين بنحسب على 5000 زي ما مصالح مثلا الكهرباء وغيره بتعمل، ولا باخد مجموع مرتبه 10000 او 15 او 5 ويبقى يا اما كله ملغي يا اما كله عليه ضريبة؟ لا لا، الحقيقة زي ما حضرتك الكلام الاولاني، انا هفترض ان انا عندي شخص تاجر دخله 25000 جنيه مثلا. تمام. انا بستبعد ال 5000 الاولى في كل الحالات، بستبعد ان شاء الله يكون دخله مليون جنيه. تمام. بستبعد الخمسه الاولى وبعد كده باخد اللي اكثر من 5 لغايه 30 هاخد 10%. هفترض ان المبلغ زاد راح للشريحه الثانيه يبقى هاخد على الشريحه الاولى 10%، وما زاد عن ال 30 النسبه 15 وهكذا. تمام. طب نحن منتظرين الان قرار من رئيس الجمهوريه بتطبيق هذا النظام. اعتقد ان الامر هيقتضي حالته طبعا يعني اتخاذ الاجراءات الدستوريه اللي تنتهي بصدور قرار بقانون من رئيس طيب الجمهوريه. طيب بالنسبه للمؤسسات الاستثماريه، احنا عارفين ان القرار ده برضو كان لتشجيع الاستثمار. جزء تاني ان في شركات يعني كانت هتمشي على الضريبه القديمه، وزي ما قلنا هنبدا نطبق عليها الضريبه الجديده من 2015. رجال الأعمال والمؤسسات الاستثمارية إذا كانت من الخارج أو من الداخل عايزين برضو نفهم يعني كيف ستطبق عليها الضريبة وما هي الفايدة بالنسبة لهم. خلينا نتفق الأول برضو إن السبب في تخفيض سعر الضريبة لـ 22.5
بالتأكيد هو إن نجعل سعر الضريبة في مصر سعر تنافسي وبالتالي يشجع الاستثمار، بس الحقيقة الهدف لم يكن كده بس. تمام. الهدف إن إحنا عندنا قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة. الشركات التي تنشأ وفقا لهذا القانون كانت تفرض على ضريبة 10%. وبالتالي لما بقى أنا عندي سعرين، شركة بتخضع ل 10% وشركة أخرى هتخضع طبقا للقواعد العامة 30% 22.5 أو 30. لا كانت هتخضع ل 30. تمام. لقينا إن ده لا يحقق العدالة، بالإضافة إن ده لا يحقق تنافسية الشركات. من هنا جت فكرة تخفيض السعر من 30 ل 22.5 في ذات الوقت، عدم تطبيق سعر 10% على أي شركة تؤسس بعد هذا التاريخ. وبالتالي يبقى احنا وحدنا سعر الضريبة. توحيد سعر الضريبة بيدعم المنافسة بين الشركات وبين الأشخاص، وبالتالي هو ده الهدف، ده الهدف الأساسي منه. تمام. طيب نرجع للأفراد لأن ده اللي يهم مجموع الشعب المصري. احنا قلنا ان في شرايح بداية من 5000. لو حد حب يحسب ضريبته، يعني في عندنا قطاع عام وقطاع خاص. كان في سؤال برضو انا عايز اساله حضرتك، لان كان في تصريحات قديمه عن فكره ان في مجموع ديون لمصلحه الضرائب عند يعني عامه الشعب، اذا كان من تجار او المتاخرات. تمام. هتعملوا فيها ايه وكيف سيتم التعامل مع مثل هذه المتأخرات؟ يعني بنقدر نشبهها بأنه كائن متحرك. يعني إيه كائن متحرك؟ كل يوم بتزيد المتأخرات وكل يوم بتقل المتأخرات. بتحط فايدة يعني؟ بتزيد بأي ربط ضريبي جديد. لو أنا اتفقت النهاردة أن حضرتك عليك ضريبة 10,000، تخش على المتأخرات على طول. طب في واحد تاني سدد في ذات اليوم 15,000 مثلا، بتقل المتأخرات. وبالتالي فكرة وجود المتأخرات دايما أن أنا بقول أنه هو عنوان سيء السمعة الظاهرة طبيعية. نحن نتعامل مع المتأخرات ونحن الحصيلة الحمد لله حتى هذه اللحظة حصيلة أعتقد أنها في ضوء الظروف الاقتصادية تعتبر شيء يحسب للإدارة الضريبية بالتأكيد. طب من أين أتت؟ بالتأكيد أنها أتت من المتأخرات اللي هي بتاعة السنوات السابقة بالإضافة إلى أي ربط جديد. فإحنا نتعامل مع المتأخرات بشكل جيد ومن غير المتوقع أن إحنا نجد في يوم من الأيام نظام ضريبي ليس فيه متأخرات، وخاصة أن المتأخرات الراكبة عندنا هي متأخرات مستحقة على المؤسسات الحكومية، وبالتالي ليس للإدارة الضريبية دخل في مسألة جودة التخفيض. طب دكتور، يعني من المعروف أن الضريبة ديت هي الدخل الأساسي للحكومة لبرضه يعني لتغذية المشروعات والاستثمار في المشروعات الداخلية، هو أحد طبعا المدخولات الأساسية في الموازنة. فكرة أن الضريبة دي إحنا نزلناها من 30 ل 22، هل ده هيؤثر على يعني قيمة هذه يعني شغل الحكومة وأن هو يستثمر في الداخل؟ خليني تصورنا أولا تخفيض سعر الضريبة بالتأكيد، لو حسبنا احتمالية التخفيض بالتأكيد هيؤدي إلى انخفاض حوالي. تمام. بس ده بنسميه انخفاض اسمي، انخفاض حوالي 6 مليار. لكن لازم نفتكر حاجة مهمة جدا. فضل. إني مع تخفيض سعر الضريبة بتزيد نسبة الالتزام لدى الشركات. صحيح. وبالتالي بتأثر على ظاهرة التهرب، وبالتالي ده هيؤدي إلى زيادة في الحصيلة بالإضافة إلى دخول السوق استثمارات جديدة هيؤدي في النهاية لإيه؟ لتعويض هذا العائد. يعني احنا بنشجع بطريقة من ناحية تانية، يعني بنشجع فكرة التزام الضريبة عند الممول. تمام. بدل ما يبقى القانون فارض ليه وبيشجعه للسعر، فأعتقد ان خطوة جيدة وخطوة سيدفعها ان شاء الله، لان انا بعتبر دي الخطوة الثانية في الاصلاح الضريبي، واعتقد ان احنا محتاجين لخطوات اخرى لتحقيق شكل ان شاء الله. وهنتابع مع حضرتك الخطوات الاخرى، وان شاء الله يعني هنتابع مع حضرتك برضو لما يصدر قرار رئيس الجمهوريه بالقانون. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. شكرا ليك دكتور مصطفى عبد القادر، رئيس مصلحه الضرائب، بنشكرك على هذه المداخله المهمه. انتقل للاستاذ ناجي عبد العزيز الخبير الاقتصادي. استاذ ناجي تحياتي لحضرتك. اهلا بيك استاذ ناجي. بالطبع يعني تابعت معايا تصريحات رئيس مصلحه الضرائب، فكره ان زي كان اخر سؤال ان فكره ان احنا بننزل من الضريبه من قيمه الضريبه ده هيأثر على مدخلات الماليه وتاثير على الاقتصاد الداخلي من انفاق داخلي، وهل هو تشجيع ايضا للاستثمار؟ لا، هو زي ما تابعت زي ما قال الدكتور مصطفى عبد القادر،
هناك انخفاض اسمي متوقع في هذه الضريبه في الحصيله او الايرادات. هو قال لنا تقريبا 6 مليار. حوالي 6 مليار، لكن انخفاض الضريبه يؤدي الى زياده الالتزام بسداد الضريبه، وايضا يشجع من لا يلتزم او يشجع غير المسجل على انه يسجل نفسه ويدخل ويسدد الضريبه، فضلا عن انها جاذبه للاستثمار. تمام. فكرة تأثيرها على الإنفاق أعتقد أن هذا مستبعد تماما، لأن بالفعل الواقع بيقول أن إذا كان هناك انخفاض اسمي في الحصيلة في إيرادات هذه الضريبة، لكن عمليا الذي سيحدث هو زيادة في إيرادات الحصيلة. طيب بالنسبة للاستثمار، فكرة ان احنا نخفض الضرائب، لان العالم كله بالذات في المناطق الاستثمارية العالمية دائما بتكون يا اما مخفضة الضرائب بشكل كبير او بيكون في ضرائب ولكن بسيطة. هل الخطوة دي هتساعد مصر فعلا ان هي تكون جاذبة للاستثمار بشكل اكبر مما كان متوقع عليه؟ بالتأكيد انخفاض سعر الضريبة سيكون عنصر جاذب وعنصر مهم جدا، لكنه ليس العنصر الأوحد، هناك عوامل جذب أخرى زي الأرض، زي المرافق، زي المواصلات، وسائل الاتصالات، هذه كلها عوامل تؤثر في جذب الاستثمار. لكن احنا لما نيجي نقول ان احنا نقارن نفسينا بالأسواق المنافسة لينا اللي تجذب استثمارات زينا، الانخفاض الأخير أو التخفيض الأخير الذي تم على سعر الضريبة أعتقد أنه بيدخلنا تاني للمسار الصحيح، وبيدخلنا تاني على خريطة أهم الأسواق الجاذبة للاستثمار في المنطقة. تمام. طيب فكرة بقى العدالة الاجتماعية، وهو ده كان سؤالنا الأساسي، فكرة توحيد الضريبة على جميع شرائح المجتمع، وإحنا فهمنا أن طبعا داخل الضريبة ديت هناك يعني شرائح مختلفة، لكن بالنسبة للمواطن العادي لما يسمع أن الضريبة بقت بنسبة 22.5% على الشركات الاستثمارية وأيضا على الأفراد، هل نحن بحاجة إلى تعديل ضريبي آخر ربما فيما بعد عشان نحقق العدالة الاجتماعية؟ تأكيد هناك حاجة لتعديلات في تشريعات الضرائب تحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية. التعديل الأخير يحقق مبدأ العدالة الاجتماعية بشكل نموذجي في الغالب، وأيضا يشجع الشركات غير المسجلة ومصانع بير السلم وأنشطة بير السلم والأنشطة التي تعمل بشكل سريع على الدخول في هذه الضريبة. ايضا يساوي من يعمل تحت اي قانون من قوانين الاستثمار او الشركات، وايضا مع زميله اللي بيعمل تحت مظله قانون المناطق الاقتصاديه الخاصه، وبالتالي هذه مساواه بين المستثمرين. بالنسبه للافراد اعتقد انها تحقق الحد الاقصى من العداله الضريبيه، الافراد اللي هم المواطنين تحقق الحد الاقصى من العداله الضريبيه. يبقى خطوه واحده وهي ضريبه القيمه المضافه او ضريبه المبيعات. ضريبه المبيعات فيها مشكلتين، الحكومه اولا بتتجه لتغيير اتجاهها وتحويلها الى ضريبه القيمه المضافه. المطلبين الاساسيين فيها هو الغاء حد التسجيل وتوحيد سعر الضريبه اللي هي ضريبه اللي هتبقى مستقبلا ضريبه القيمه المضافه اللي هي المتعارف عليها حاليا بانها ضريبة المبيعات. تمام. المخاوف هنا أن تعود الحكومة أو ترضخ الحكومة لفكرة أنها تضع حد للتسجيل في هذه الضريبة، وأيضا تضع أكثر من سعر لك، هذا لا يحقق العدالة. تمام. يعني احنا منتظرين بس هو ده التعديل اللي ناقص. تمام. لابد أن تتمسك الحكومة، لابد أن تتمسك الحكومة بأنها تلغي حد التسجيل بحيث انه يبقى موحد على الجميع، او يبقى اي تمام. صاحب نشاط. نتمنى ان رسالتك تكون وصلت استاذ ناجي عبد العزيز الخبير الاقتصادي، وانتقل للدكتور مصطفى النشارتي استاذ اقتصاد بجامعه مصر علوم. استاذ مصطفى تحياتي لحضرتك. تحياتي يا فندم. استاذ مصطفى، يعني فكره ان يعني الاستاذ ناجي قال لنا في مصانع بير السلم وفي حاجات، واحنا عارفين ان في جزء من الاقتصاد اللي بنسميه الاقتصاد الغير رسمي من باع جائلين وغيره اللي هي خارج الحسابات الاقتصادية للدولة، ربما تتجه للوفاء بالتزاماتها الضريبية. هل ترى ان ده ممكن يتحقق في القانون الجديد؟ لا، الحقيقة طبعا تخفيض سعر الضريبة ده بيبقى في الشرائح العليا. تمام. وليس في الشرائح الدنيا، وبالتالي انا بعتقد ان ده مش هيكون ليه تأثير على توسيع قاعدة الخاضع للضريبة ودخول الممولين زي ما بيقولوا. بالظبط.
فطبعا ده دور مؤسسة الضرائب انها بتبحث عن هذه الانشطة وبتوضحها وبتقوم بتسجيلها وبتوضحها للضريبة، وبالتالي بيتم سداد الضريبة، لكن هي من تلقاء نفسها ما اعتقدش انها هتتقدم وتقوم بتسجيل نفسها. طيب دكتور مصطفى، يعني احنا عندنا جزء كبير من الاقتصاد الموازي والاقتصاد اللي خارج الحسابات الدولة، في رأيك يعني طبعا ده هو مش داخل يعني ملامس لموضوع حلقتنا، ازاي ندخله جوه الاقتصاد بحيث ان هو يبقى محسوب ويرفع من قيمة المضافة للاقتصاد المصري؟ الحاجة التانية ان اللي بيشتغلوا دول عليهم ضرائب يدخل في مدخول الدولة. بالظبط. ازاي ندخلهم يعني بقى في هذا؟ حجم الاقتصاد اللي هو الغير رسمي كبير جدا، وبدليل ان في 27.8 مليار جنيه خرجوا من تحت الترابيزة ودخلوا البنوك لأول مرة لشراء شهادات استثمار قناة السويس للحصول على العائد، وبالتالي يجب على الحكومة أن تقوم بالتحري عن هذه الأنشطة وإخضاعها وتسجيلها، لكن ما أعتقدش المواطن من تلقاء نفسه سيقوم بالتسجيل، ده دور مصلحة الضرائب في القضاء على التهرب وعدم التسجيل الضريبي. دكتور مصطفى أنا بشكر حضرتك، دكتور مصطفى النشارتي أستاذ اقتصاد بجامعة مصر علوم، وأيضا الأستاذ ناجي عبد العزيز الخبير الاقتصادي، ودكتور مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب. مشاهدينا الكرام، ما زلنا مستمرين في التواصل معكم، ولكن دعونا نخرج لفاصل ونكمل معكم هذا التواصل. حضراتكم مرة جديدة ونستكمل معكم همزة وصل، وهذا التواصل معكم مستمر على مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا على أرقام التليفونات الظاهرة أمامكم على الشاشة. اسمحوا لي أن أنتقل الآن إلى زميلتي إيمان الشيخ، ومن المؤكد أن مع كثير من التعليقات التي وردت منكم إلينا على مواقع التواصل الاجتماعي. إليك إيمان. نعم حسام، كما تعودنا من مشاهدينا الكثير من الآراء وجهات النظر المختلفة والمتعددة التي تعبر وتقول كل فرد يعبر عن رأيه عن موضوع توحيد الضريبة على الدخل، منهم من كان معارضا لتوحيد الضريبة ويرى أن لابد من تقسيم أو وضع فئات لشرائح المجتمع المختلفة لهذه الضريبة المتوقعة أو المقرر فرضها، والبعض الآخر يقول نعم توحيد الضريبة على الدخل سيؤدي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية. أبدأ بأشرف فاروق الذي يقول توحيد الضريبة على الدخل قرار يحتاج إلى توضيح، نحن مع الضريبة ولكن لا توجد ولكن ليس مع توحيد القيمة الضريبية وتثبيتها على الدخل، وإنما أن توضع هذه القيمة الضريبية تصاعديا أو تفرض على الدخل تصاعديا. أحمد عيسى يقول بالطبع سيؤدي توحيد الضريبة إلى تحقيق العدالة الضريبية والاجتماعية، ولكن إذا طبق كما يجب أن يكون، بمعنى أن يراعي كل شخص ربنا في مزاولة عمله. بدوي عبد الموجود يقول توحيد الضريبة على الدخل سيؤدي إلى تحقيق العدالة الضريبية بين الجميع، وسيؤدي أيضا إلى تحقيق العدالة الاجتماعية المطلوبة. تعليق آخر يقول السلام عليكم، نعم سيؤدي توحيد الضريبة على الدخل إلى تحقيق العدالة الضريبية بين الجميع وتحيا مصر. انتقل إلى تعليق آخر من إبراهيم يقول أعتقد ذلك، فتوحيد ضريبة الدخل سوف يحقق أو هو الأقرب إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، ولكن لكل شيء مميزات وعيوب، حيث إنه في حال توحيد ضريبة الدخل فإن ذلك سوف يجعل المواطنين سواء، إلا أنه يجب الأخذ في الاعتبار الفروق الفردية التي تراعيها منظومة الشرائح. تعليق آخر من إيهاب حسين يقول يجب أن تكون الضريبة تصاعدية ولا تفرض بشكل أو بقيمة ثابتة على جميع الدخول. تعليق أخير من أبو نصر يقول أكيد توحيد الضريبة على الدخل سيؤدي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، ولكن يجب سن قوانين ضريبية وأن يكون هناك مبلغ قيمة ضريبية ثابتة يحاسب عليها أصحاب رؤوس الأموال سواسية، حتى يصب بذلك في النهاية في خزانة الدولة مع مراعاة والأخذ في الاعتبار صغار التجار في الفئة
الضريبية. مشاهدينا، كانت هذه الآراء التي وصلتنا عبر مشاركتكم على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر. أنتقل بكم إلى وجه آخر للتعبير عن بعض المشاركات الأخرى من فئات الشارع المصري التي رصدتها كاميرا همزة وصل. ننتقل لنتابع. التعديلات الضريبية الجديدة تحتاج إلى نظرة متأنية، فهناك فارق في الدخل بين الأفراد، هناك فروق فردية، ومن ثم لابد أن تكون بنسب. هذه النسب تكون مختلفة، لا تكون بنسبة موحدة، لأن المرتبات مختلفة، رأس المال مختلف، الممتلكات مختلفة. مش هيبقى فيه عدالة، لأن المواطن العادي بيدفع 25% كضريبة، والشركات بتدفع من 5 إلى 10% كضريبة. المفروض تبقى المواطن أقل من الشركات. مينيمم مثلا لو قلنا الفرد بيقبض 3000 جنيه يبقى المفروض مش عليه ضريبة. مثلا الفرد بيبقى عنده قطعة أرض، عنده أملاك، يبقى ماشي تمام معاه ضريبة. العكس مش معاه يبقى تتقلل الضريبة دي. 10% اللي بتتعمل ديت على الفواتير والحاجات دي، واحد بيبقى دخله أكتر من 3000 أو حاجة زي كده، أو بيشتري بأكتر من كده، يبقى ماشي. الدولة عشان تفرض ضرائب أكيد درست الموضوع، وإحنا ما بنشككش في الكلام ده، وهم أكيد أعلم بعملية الضريبة على الشركات والضريبة على الأفراد والكلام ده. فإحنا بنقول بس الضريبة على الدخل ديت بالنسبة للفرد، بالنسبة لهم هو كده كويس قوي. التعديل الجديد الأخير ده بالنسبة للضريبة، يعني يا ريت يبصوا لحاجة معينة، إن التعديلات الضريبية اللي بتحصل ما بتحصلش إلا للناس اللي هي أصحاب المشاريع والاستثمارات اللي داخلة البلد. طب دي دلوقتي العائد بتاعها، الضريبة دلوقتي هتقل والناس دي هتستفيد، طب العائد بتاعنا على بقية المجتمع ازاي؟ اتمنى ان الضرائب تتنفذ او فعلا تتفعل على اصحاب المصانع الكبرى اللي هم بياخدوا المنتج المصري بتاعنا، ياخدوه بسعر فعلا يعني بسيط جدا ويوصلوه للمستهلك بسعر عالي. فانا النهارده لما احس ان الناس دي اصحاب المصانع القويه الضخمه تطبق عليهم الضرائب، انا قلبا وقلبا مع الحكومه. انا النهارده بقول للحكومه انا هساندك. نعم، تفعيل ضريبة الدخل على أصحاب رؤوس الأموال وأصحاب الشركات والمشروعات الاستثمارية الكبرى، وأيضا وضع هذه الضريبة بشكل تصاعدي على شرائح المجتمع المصري، ومراعاة الفروق الموجودة في الدخول للمواطن المصري. أستكمل معكم مشاهدينا مشاركات أخرى وردت إلينا على صفحتين على الفيسبوك وتويتر. على صفحتنا همزة وصل، غريب موسى يقول: نعم، توحيد الضريبة على الدخل سيؤدي إلى العدالة الضريبية، ولكن هذا يحتاج إلى قانون لتنظيمه وآلية لتطبيقه مع رفع الدعم على الدخول المرتفعة حتى تتحقق العدالة الاجتماعية المرغوبة والمطلوبة بين أفراد الشعب ورفع المعاناة عن كاهل الدولة المصرية. أنتقل إلى فتوح يوسف الذي يقول أو يعبر عن رأي لما تعني البورصة المصرية، والذي يقول: خسرت مؤخرا 1.7 مليار جنيه بعد المؤتمر الاقتصادي، وهو يرى أن ذلك جاء نتيجة لبعض السياسات الخاطئة. ويضيف أن خبراء الاقتصاد توقعوا أن البورصة المصرية لن تتعافى مع هذه ومع استمرار اتباع هذه السياسات. أبو أدهم الشرقاوي صديق البرنامج الدائم يقول: بالتأكيد توحيد الضريبة هو نوع من أنواع العدالة بين كل أفراد الشعب المصري، ولكن في الواقع هذا الأمر يحتاج إلى قانون وآلية لتطبيقه، بشرط أن من يتصدى لهذا العمل ويقوم به لابد أن يمتلك الخبرة الكافية التي تؤهله لأن يتصدى لهذا العمل. أنتقل إلى تعليق آخر من يوسف يقول: أكيد سيؤدي ذلك إلى تحقيق العدالة الاجتماعية التي كنا نتمناها. أنتقل إلى محمد عاشور يقول: لا يجوز توحيد الضريبة على الدخل لأن ذلك لن يؤدي
من الأساس إلى تحقيق العدالة الضريبية أو الاجتماعية بين أفراد وفئات المجتمع الطبقية والاقتصادية. وأيضا لابد أن يتم أخذ مستحقي الدعم من الفقراء وإعطاء الدعم أو يعني منع هذا الدعم عن الطبقة الغنية الأساس إلى من يستحقها من الفقراء. وأيضا الإنفاق ميزان تجاري دعم شرائح الدخل أقل من 5000 جنيه أو أصحاب الدخول أقل من 5000 جنيه لابد من أن يحظوا بقدر مناسب من هذا الدعم، ثم وضع ضريبة على لتر البنزين 92. فهؤلاء يستطيع من يستطيع أن يمتلك سيارة ليقوم بملء هذا الوقود وأن يدفع هذا الثمن لابد أن تفرض عليه ضريبة أعلى. تعليق آخر من عويضة صديق البرنامج يقول بتأكيد أن قرار توحيد أسعار الضرائب على الدخل هو صائب وتوقيته مناسب لإظهار مصر كدولة جاذبة للاستثمار، واتجاهات الحكومة نحو تخفيض سعر الضريبة على المستثمرين ينعكس بالطبع بالفائدة على الاقتصاد المصري ويضمن الثبات في الضرائب بشكل عام لمدة 10 أعوام على الأقل. مشاهدينا كان هذا جزء آخر من بعض الآراء والمشاركات وجهات النظر التي نعتاد دائما على تلقيها منكم على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا الفيسبوك وتويتر. والآن إلى استوديو تحليل همزة وصل مع الزميل حسام عاطف والمزيد من الاتصالات الهاتفية. الكلمة لك حسام الآن، تفضل. شكرا لك إيمان، وشكرا لكل من شارك منكم مشاهدينا الكرام بالتعليق على موضوع هذا البرنامج، ونتمنى منكم المزيد من التواصل على مواقع التواصل الاجتماعي أو بالاتصال على أرقام الهاتف. اسمحوا لي أن أتلقى مجموعة جديدة من الاتصالات الهاتفية سيكون ضيوفي فيها كالتالي: دكتور حمدي الجمل رئيس قسم الاقتصادي بالأهرام العربي، والأستاذ حمدي عبد العظيم الخبير الاقتصادي. و أبدأ بدكتور حمدي الجمل رئيس قسم الاقتصادي بالأهرام العربي. دكتور حمدي تحياتي لحضرتك. أنا مساء الخير. دكتور حمدي، طبعا فكرة التعديل الضريبي، يعني الضرائب في كل دولة بيبقى لها شقين: واحد عدالة اجتماعية، اثنين مدخلات للدولة، ثلاثة أيضا ربما تنشيط استثماري. في رأيك التعديل الجديد على يعني القانون الضرائب الذي سيحدث بتوحيده، هل يحقق هذه الثلاث شروط؟ أعتقد أن توحيد الضرائب في مثل هذه الظروف اليوم يعني أن الدولة المصرية تبحث عن مستثمرين جدد، وتوحدت الضريبة بسعر 22.5% اللي هو إجمالي ضرائب الدخل، بالإضافة إلى تخفيض ضريبة المبيعات على السلع الرأسمالية. هذا من شأنه أن يدفع المستثمرين إلى الاستثمار في مصر، لأن قضية مصر اليوم هي قضية بطالة. أنا من خلال هذه القوانين، من خلال هذه الإعفاءات، أنا أبحث عن مستثمر يخلق فرص المشاكل الآنية. لكن النظام الضريبي ليس على إطلاقه صحيح كل الأوقات، ولكن التوقيت المناسب في اختيار الظروف المناسبة والطريقة الملائمة لجذب المستثمرين. مثلا بعد 10 سنوات والمستثمرين يحققون أرباح عالية جدا والموازنة المالية تئن من المصروفات، هنا الدولة المصرية تستطيع أن تعود في هذا القرار وترفع الضرائب إلى 25% أو 30%. فكرة القانون اليوم هو بيعالج قضية محددة، تشجيع المستثمرين على الاستثمار في السوق المصري حتى نخلق أكبر عدد من فرص العمالة، لأن عندي مشكلة بطالة كبيرة مش قادر أحلها. طيب دكتور، ما هو احنا بنتكلم برضو على فكرة العدالة الاجتماعية، ما هو ده على المؤسسات وعلى الأفراد. كثير من الأفراد معتقدين أن الضرائب كلها هتبدأ 22% على اللي بياخد 1000 زي اللي بياخد مليون، وطبعا يعني رئيس مصلحة الضرائب وضح الفرق، بس فكرة الإحساس بالعدالة الاجتماعية، الفرق بين المنتج وغير المنتج، بين الموظف وبين المستثمر، إحساس يعني، هل تحقق هذا الإحساس بالعدالة الاجتماعية؟
اعتقد ان العداله الاجتماعيه ليست الضرائب وحدها هي اللي تحققها، ولكن العداله الاجتماعيه هي منظومه متكامله، بمعنى ان العداله الاجتماعيه بالنسبه للمواطن الشارع العادي والفقير وحسن الدخل تاتي من خلال منظومه صحيه كامله، بمعنى ان المواطن المصري يحصل على حقه في الرعايه الصحيه. العداله الاجتماعيه تقتضي ان يكون هناك نظام تعليم عادي صحيح، وان المواطن المصري لا يدفع دروسه الخصوصيه. اعتقد ليس له علاقه بالضرائب. العداله الاجتماعيه تعني ان المستثمر الاجنبي او الدوله المصريه عندما تاخذ عامل مصري يكون شركاء في الارباح، وان ترفع له الضريبه او السنويه، ليس الضريبه ولكن العلاوه السنويه بما يوازي التضخم. العداله الاجتماعيه تقتضي ان نرفع الحد الادنى للاجور اليوم من 1200 الى 2500 جنيه حتى يكون هناك عداله اجتماعيه. العداله الاجتماعيه ليست علاقه بالضرائب، كما ان المواطن المصري بيدفع فيما يتعلق بالموظفين يدفعون الضرائب من خلال الشرائح وليس ضريبه مقطوعه. الضريبه المقطوعه هو على اجمالي الدخل بالنسبه للمستثمرين. نعم. دكتور حمدي الجمل رئيس قسم الاقتصادي بالأهرام العربي، أنا بشكر حضرتك على هذه المداخلة، وانتقل للدكتور حمدي عبد العظيم الخبير الاقتصادي. دكتور حمدي، موضوع الضرائب طبعا من المواضيع المهمة يعني اللي بتهم المستثمر والمواطن العادي. كنت أتحدث عن الاقتصاد الموازي، الاقتصاد الذي لا يحسب داخل الاقتصاد المصري، وعشان برضو الناس العامة تفهم، الباعة الجائلين، البيع والشراء، مصانع تحت السلم، الحاجات اللي زي كده ليس عليها ضرائب طبعا، ده يعني بيبخس حق الدولة، وفي نفس الوقت حتى عمليات البيع والشراء وعمليات الاستثمار فيها غير محسوبة في الاقتصاد. عايزين كيف تضع الدولة خطة لإدماج مثل هذا الاقتصاد الموازي داخل الاقتصاد الدولة؟ نعم بالفعل، يعني هذا الموضوع في غاية الأهمية دكتور حمدي. نعم نعم، هذا بالفعل موضوع في غاية الأهمية. تسمعني؟ معك يا دكتور، تفضل. نعم، فهذا الموضوع يعني بحث كثيرا، ومشكلته هي أن الأنشطة بدون ترخيص. نعم. ولا بد أن يتم ترخيصها حتى تخضع أيضا للرقابة الصحية والرقابة البيئية والرقابة الفنية والمعايير المواصفات القياسية إلى آخر هذه الأشياء. عندما يتم إدماجهم في الاقتصاد الرسمي لابد أن نعطيهم فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع، معفية من الضرائب مثلا، معفية من الضرائب مدة معينة حتى يطمئنوا إلى أن المسألة ليست مسألة ضرائب وجباية، وإنما نقول لهم لابد أن ترخصوا الأنشطة ولابد أنكم تخضعوا. طب دكتور، عمليا دي مشكلة رقابة ولا مشكلة قوانين ولا أين المشكلة؟ هل محتاجين أن نفكر خارج الصندوق مثلا؟ نعم، هو المشكلة بالفعل هي مسألة رقابة على مزاولة النشاط، لأن هناك الأنشطة داخل الشقق وداخل أماكن مغلقة وفي بير السلم، وهذه الأشياء مسؤولية الدولة أن تراقب عليها وأن تقطعها أو تغلقها، فلا أحد يستطيع أن يفلت من الاختفاء ومزاولة النشاط، لأن الأحياء تعلم إذا أحد جاب شوية رمل وعمل أي حاجة تبص لقيت على الحي جاي يعمل له مخالفة. لو واحد بأي نشاط أو بعربية بتحمل منتجات على طول بتعمل له مخالفة وقفل المحل، ولسه المحافظ الشارع بتاعنا قافل محلين جنب بعض. عشان كده في رأيك لو دمجنا الاقتصاد الموازي داخل الاقتصاد المصري، الاقتصاد المصري هيبقى الناتج والإضافة هتكون كبيرة؟ بالفعل طبعا لابد أن الناتج هيكون كبير، لأن التقديرات بتقول ممكن هذا الاقتصاد الرسمي يحقق 150 مليار. تمام. أنا بشكرك دكتور حمدي عبد العظيم الخبير الاقتصادي، وأيضا بشكر دكتور حمدي الجمل رئيس قسم الاقتصادي بالأهرام العربي على مداخلتهم المهمة معنا. مشاهدينا الكرام، موضوع الضرائب طبعا من المواضيع المهمة والتي ستستمر، ونتمنى أن نتواصل معكم فيها، وتعليقاتكم دائما في هذا البرنامج مهمة، لأن هذا البرنامج منكم وبكم وإليكم، ومواضيعنا دائما تهم الشارع المصري. دعوني أطرح عليكم سؤال حلقة الغد قبل أن ننهي هذه الحلقة، سيكون كالتالي: ما رأيك في حظر انتظار السيارات بمنطقة وسط البلد؟ شكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، ودائما همزة وصل هو قناة للتواصل معكم، نشكركم دائما وإلى اللقاء.